بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بهلول رشيد، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، منسق إقليمي على مستوى إقليم الصات نفس الحزب، وكذلك رئيس المجلس الجماعي لجماعة راس عين الشاوية، والنائب البرلماني عن الدائرة المحلية إقليم الصات باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فيما يتعلق بالسؤال المتعلق، واش بهلول رشيد باقي بالحزب؟ بعد الإشاعات كتقول بأنه غادر الحزب إلى وجهة أخرى. أود بهذه المناسبة أن أؤكد للرأي العام المحلي والإقليمي والوطني على أنني ما زلت داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، وأنا أفتخر بانتمائي لهذا الحزب العتيد. هذه من جهة. من جهة أخرى، فيما يتعلق بالاستحقاقات القادمة، إن شاء الله سأترشح باسم هذا الحزب وسأكون حاضرا، والتنسيق بدأ. بالعكس، نحن كمناضلين للحزب على مستوى الإقليم، أولا بفضل التنسيق المحكم مع مجموعة من الفرقاء السياسيين، يعني تم التنسيق على أن الحزب سيتقوى إن شاء الله على مستوى هذا الإقليم، ونظمنا الصفوف ديالنا، وسيكون لنا حضور إن شاء الله جيد في الاستحقاقات القادمة. أقولها من الآن على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على مستوى إقليم الصات سيكون حاضرا بقوة، لا على مستوى الجماعات الترابية، ولا على مستوى الغرف المهنية، ولا على مستوى الانتخابات الجهوية، ولا على مستوى الانتخابات الشرعية. سيكون لنا إن شاء الله حضور إن شاء الله، والنتائج في الأخير ستبرهن على هذا الكلام. فيما يتعلق ببعض الناس الذين يعبثون، أقول يعبثون، على أن هناك يعني كلام لا أساس له من الصحة، يتعلق يعني للنيل من مصداقية بعض المناضلين ومنهم هذا الشخص عبد الضعيف، أود أن أشير على أن الحزب متشبث بهذا العبد الضعيف، وأنا شخصيا متشبث بهذا الحزب، وقد تم تجديد ثقة فيه مؤخرا من طرف الأخ كاتب أول كمنسق ديال الحزب على مستوى هذا الإقليم، وكذلك نحن أوفياء وسنبقى أوفياء لهذا الحزب، لأنه كما قلت أولا وأخيرا لنا شرف كبير أن نكون من ضمن مكونات هذا الحزب، لا محليا ولا إقليميا ولا وطنيا. فيما يتعلق بالتزكيات الاستحقاقات القادمة، هذا أولا قرار ديال الحزب، لأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو حزب ديال المؤسسات، ماشي بحال الأحزاب الأخرى اللي هي الأحزاب يعني ديال الدكاكين الانتخابية، أنه غادي يتلاقاو في قهوة ولا يتلاقاو في مكان وتسلم تزكية لزيد أو لعمر. التزكية داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تسلم وفق منهجيات تشاركية وديمقراطية يساهم فيها جميع المناضلين، لا على مستوى القمة ولا على مستوى القاعدة. قلت على مستوى إقليم الصات، لا أقول بأن الاتحاد الاشتراكي سيخلق المفاجأة، أقول بأن الاتحاد الاشتراكي أنه سيحقق نتائج إن شاء الله ظاهرة ستفاجئ الجميع، بحيث إن شاء الله سيكون القوة الثانية على الأقل، إن لم أقل القوة الأولى على مستوى الإقليم، لأن هناك الآن تحالف، أقولها تحالف ديال عشرات رؤساء جماعة ترابية، بفضل التنسيق المحكم أنه تم الاتفاق، كلنا اللي ما كانش ملتحق بالحزب سيلتحق، واللي كان مازال اللي كان بالحزب سيبقى في الحزب إن شاء الله، والأيام القادمة ستكشف عن هذه الحقائق إن شاء الله، وسيكون لنا إن شاء الله حضور للحزب، ونضرب للجميع الموعد إن شاء الله مع الاستحقاقات القادمة ومع النتائج إن شاء الله الظاهرة بإذن الله. على ذكر النتائج إن شاء الله، اللي حنا بصدد إن شاء الله يعني الحظ ديالها إن شاء الله مناسبة الاستحقاق القادمة، نحن الحمد لله لنا ثقة كاملة في جميع المواطنين،
اللي هما الحمد لله ثيقين فينا وحنا ثيقين فيهم، والحمد لله شافوا العمل اللي درنا والحضور ديالنا على مستوى البرلمان، على مستوى الجماعات، على مستوى التمثيليه، على مستوى جميع القطاعات. وبالتالي حنا هاد النتائج ان شاء الله اللي غنحققوها بفضل الثقه ان شاء الله ديال المواطنين، واللي هي ثقه متبادله بيننا وبين الساكنه الحمد لله.